5 سنين كنا سوا، ايد وحده، روح وحده، عائله وحده. ما كنت متوقع انه نوصل لمرحله ننقسم. انا فريقي قسم العلاج الكيميائي، بدي اقول لكم شيء، انا كثير بحبكم بس الظروف خلتنا نضطر انه ننقسم، يروح قسم منكم على مستشفى الرسول وقسم يضلوا هون. بس انا اكيد مثل ما بعهدكم انتم على قد المسؤوليه، مثل ما كنا هون قد المسؤوليه حتكونوا هناك قد المسؤوليه واكثر. بالنسبه للفريق اللي حيبقى هون بمستشفى سان جورج مرضى الكورونا، نحن هون لخدمتهم، لنهتم فيهم، لندعمهم معنويا ونفسيا وطبيا، وان شاء الله بيلاقوا عنا المطلوب. للحظه كنت مفكره حالي رح كون من فريق الكورونا، بس رجعت عرفت انه عندي مسؤوليه اكبر. من 5 سنين وأنا مواكبة مرضى الكانسر، وهلأ مضطرة رافقهم على مستشفى الرسول أعظم. فريق اللي باقي مع الكورونا أنا كتير بهنيكم وبشجعكم وبدعي لكم الله يحميكم ويقويكم ويخلينا إياكم، ورح أشتاق لكم كتير. أولاً يعطيكم العافية. يعني أنا بدي أتمنى الشفاء لكل المرضى عنا وبكل المستشفيات. ثانياً أنا بدي أوجه تحية لرفقاتي وزملائي وإخواني اللي رح يضلوا هون. أنا بغبطهم إنه رح يكونوا بهيدا الصف الأمامي بالمواجهة، وأنا أتمنى ولا زلت أتمنى إنه ما أنحرم من هيدا الواجب. إن شاء الله نحن رح نضل فريق كامل ونتعاون سوياً لنقضي على هالمرض الخبيث، وإن شاء الله نحن منتصرون بإذن الله.